لماذا يفشل الإسلاميون سياسيا في الدولة الحديثة بالرغم من براعتهم في الخدمات الاجتماعية التي من المفترض أن تؤمن لهم أصوات الناخبين؟ كيف يمكن الإسلام السياسي أن يعتمد على أدوات كتلك التي توفرها العلوم الاجتماعية الإنسانية ويذهب باتجاه التجديد دون أن يفقد هويته؟ وما الذي تقدمه إعادة قراءة السيرة النبوية بعقلية حديثة للوعي السياسي في أيامنا الراهنة؟ أسئلة يطرحها كتاب لماذا يفشل الإسلاميون سياسيا ويحاول اقتراح إجابات لها، ونحن بدورنا نضيء على جانب منها في هذا الحوار. لمناقشة الكتاب يسرني أن أرحب بالصحفي والباحث في الفكر الإسلامي الأستاذ بسام ناصر. مرحبا بكم أستاذ بسام. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. أستاذ بسام، كتاب لماذا يفشل الإسلاميون سياسيا يتناول بالدرجة الأولى ضعف أداء الجماعات الإسلام السياسي بالسياسة نفسها، ما سبب هذا الضعف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في مناقشة الكتاب لماذا يفشل الإسلاميون سياسيا للكاتب والباحث والمحلل السياسي الأستاذ ياسر الزعاتر. الحقيقة هذا الموضوع، يعني الكتاب خصص للجواب على هذا السؤال المركزي والأساسي، يعني أسباب ضعف الإسلاميين في أدائهم السياسي، إما في الرؤية التنظيرية وإما في المسارات العملية من خلال دراسة بعض التجارب الهامة والرئيسية، بدءا من الصدام مع جمال عبد الناصر، مرورا بالصدام الإخوان المسلمين في سوريا في أواخر السبعينيات بداية الثمانينيات، ثم ما وقع مع الجماعات الجهادية وجماعة الجماعة الإسلامية في مصر، ثم تنظيم الدولة الإسلامية، ثم السلفية الجهادية. فدراسة معمقة وشاملة إلى حد كبير لمعالجة ومعاينة وتقييم هذه التجارب في مساراتها العملية. الحقيقة صعب ضعف الإسلاميين الأساسي إلى أن الإسلاميين لا يصدروا عن رؤية استراتيجية، هو ما سماه الأستاذ ياسر في كتابه ضحالة الفكر السياسي أو ضحالة الوعي السياسي، بمعنى أن الحركات الإسلام السياسي لا تصدر عن رؤية استراتيجية في تعاطيها مع الشأن السياسي. فأغلب التجارب الحركات الإسلامية هي عبارة عن ردات فعل، ردات الفعل أحيانا تسوق الحركات الإسلامية إلى المربع الذي يريده الآخرون، فتجد أنه من السهل أن ينساق الإسلاميون إلى المربع الذي يريده الآخرون فيوقعونهم في الشباك التي يعني يضعونها لهم، ثم بعد ذلك يجدوا أنهم وقعوا فريسة لهذه الألاعيب ولهذه الخدائع. ففي تقديري وفي قراءتي للكتاب وفي السبب الذي ركز عليه المؤلف، أن السبب الرئيسي في ضعف الأداء
أداء الإسلاميين في الجانب السياسي إنما يرجع إلى ضحالة الوعي السياسي. والكاتب يستفيض في هذا الأمر أنه يرجع الأمر إلى عدم الاهتمام بتربية طبقة من السياسيين المؤهلين والقادرين على ممارسة العمل السياسي كتخصص استجمعوا فيه. هو ما يقول أن هنالك بحاجة أن هذه الطبقة من السياسيين أن تعد إعداداً معرفياً، إعداداً علمياً بدراسة الفلسفة، بدراسة التاريخ، فلسفة التاريخ، بدراسة التجارب السابقة، بدراسة علم الاجتماع، بدراسة السيرة النبوية، التركيز على السيرة النبوية. فالأمر قد يوجد في الحركات الإسلامية قيادات، لكن القيادات لا تعني أداء سياسيا يعني يؤدي المطلوب ويؤدي عمله بكفاءة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية. طيب دعني أتوقف عند موضوع السيرة النبوية اللي تفضلت فيه حضرتك، وهو أحد الأشياء التي اقترحها الكاتب من أجل تطوير الأداء السياسي للإسلاميين الذين يشتغلون في العمل السياسي. كيف يمكن من خلال دراسة حداثية منفتحة للسيرة النبوية أن تحسن الجماعات الإسلامية أداءها السياسي؟ نعم، يعني حينما نقف عند شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يعني صفته عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر يوحى إلي، فشخصيته البشرية سددت بالوحي، فأداءه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الأداء البشري وبين ما يسدد به من وحي السماء. لكن أداءه في حركته الاجتماع البشري العمران البشري، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعد الإعداد الكامل ويأخذ بالأسباب المتاحة والممكنة له، وكان على وعي كامل عليه الصلاة والسلام في طبيعة الصراع الموجود في زمانه. يعني عندما الرسول عليه الصلاة والسلام وجد في مكان هو في مكة، وكان عنده إمبراطوريتان كبيرتان تتنافسان وتتصارعان، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك الأبعاد السياسية في زمانه، فكان يدير حركته بناء على وعيه البشري وإدراكه البشري لطبيعة الزمان الذي يعيش فيه وطبيعة القوى الفاعلة، إضافة إلى أنه يسدد بوحي السماء. لكن الآن الذي ينبغي أن يستفاد من السيرة النبوية كيف كانت حركته عليه الصلاة والسلام في طبيعة الصراع الذي يخوضهم على الآخرين، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعد العدة الكاملة، وكيف كان يقدر الموقف السياسي تقديرا كاملا، وكيف عليه الصلاة والسلام أنه كان يدير المشهد السياسي والاجتماعي والديني بناء على معرفته بأصحابه وقدراتهم. فتجد أنه عليه الصلاة والسلام من معرفته بالنواحي النفسية لأصحابه يكلف أبا بكر بما لا يكلف به عمر، ويكلف عمر رضي الله عنه بما لا يكلف به خالد بن الوليد. بمعرفته بالطبائع النفسية لهؤلاء الأصحاب الكرام، فتجد أنه يجيد إدارة المشهد السياسي والصراع السياسي سواء في تربية أصحابه وفي تحميلهم المسؤوليات التي يعني تكون مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وأن خالد بن الوليد يصلح للشأن العسكري قد لا يصلح للشأن العلمي وللشأن مثلا السياسي، كما في بعض الروايات أنه يعني كان يحفظ الصور القصار من القرآن الكريم صحيح. متفرغا للمعارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدرك أبعاد شخصية خالد رضي الله عنه، فكان يكلفه بالأعمال العسكرية، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك موازين القوى. عندما كانوا في مكة القرآن أمرهم بأن لا يدخلوا في صدام مع المشركين لأنهم ليسوا أهلا لذلك، لا يملكون القوى والقدرات والإمكانيات التي من خلالها يستطيعون الدخول في صراع مع قريش، فكان أمرهم القرآن بالصبر وكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لأنهم ليسوا أهلا للدخول في معارك. النبي لم يكن قادرا للدخول في صراع لأنه يدرك موازين القوى، وأنه إن دخل في صراع فهذا سيؤدي إلى استئصال جماعته ومن معه من الأصحاب. طيب، يطالب ياسر الزعاترة في الكتاب بوعي سياسي معرفي على مستوى عالمي، وأيضا يرفض النقد الجوهري للفكر الديني التقليدي. كيف يمكن أن نبني وعيا معرفيا إسلاميا عالميا من دون حرية النقد والتفكير؟ جيد، يعني المسألة الآن تتعلق في قضية الانفتاح على المعارف والأفكار والتيارات الفكرية العالمية وما يستفاد من الحداثة الغربية في شقها الذي يندرج تحت ما يسمى بالمشترك الإنساني.
المشترك الإنساني. نحن كمسلمين يعني مأمورون بأن نستفيد الحكمة الضالة المؤمن، فأن وجدها فهو أحق الناس بها. في ظني تقدير معرفتي بالأستاذ المؤلف الأستاذ ياسر الزعاترة، هو يعني من 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 الداعين إلى مراجعة يعني بعض المفاهيم الإسلامية، وهو من الداعين إلى النقد الذاتي، وهو من الداعين إلى النقد الحديثي. يعني أنا لي معه يعني جلسات ومشاركات ومناقشات في الأحاديث النبوية التي ظاهرها يتعارض مع القرآن، أو التي قد تتعارض مع أصول شرعية، فهو أنا في معرفتي له من أكثر الناس الداعين إلى مراجعة. حتى كان يدعو إلى مشروع أنه الآن إنتاج موسوعة حديثية تتوافق مع القرآن، تتوافق مع الأصول الشرعية، يتم تنقية الأحاديث النبوية مما يثير الشبهات ومما يثير الاعتراضات عند الآخرين، أو مما لا ينسجم مع القرآن الكريم في أصوله المقررة، أو ما لا يتناسب مع يعني الأصول الإسلامية المقررة كذلك. فما أعرفه عن الأستاذ ياسر أنه يدعو إلى نقد ما يحتاج إلى النقد، وإلى مراجعة ما يحتاج إلى المراجعة. أن يعني هو ومن في كتابات له وفي مقالات منشورة يعني ينتقد ظاهرة العنف، ينتقد ظاهرة التطرف، ينتقد ظاهرة الغلو الديني الذي انتشر مع تيارات السلفية الجهادية، وأكثر ما كان مع تنظيم الدولة الإسلامية، فهو من الداعين إلى ذلك. لكن المقاربة في هذا الأمر أن نحن الآن لابد من الانفتاح على الحداثة الغربية بما يتواءم مع الدين، مع أصولنا الدينية، بما لا يتعارض مع الدين، يعني نستفيد الخير من أين جاءنا ومن أي مصدر كان. نحن ننظر إلى المحتوى الذي نأخذ به، إذا كان هذا المحتوى يخدم أصولنا الدينية ويخدم دعوتنا الدينية ويخدم فكرنا الإسلامي، فما الذي يمنع أن نأخذ به حتى نرتقي؟ وحتى في نفس الوقت يا سيدي، إذا توسعت قليلا في هذا الموضوع، أنت تجد عندما وفدت يعني الثقافة الغربية الوافدة، الثقافة اليونانية والفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني على المسلمين في القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، كانت هنالك مواقف للعلماء في كيفية التعامل مع هذا الوافد الجديد. فكان هنالك من يحرم دراسة المنطق مثلا، كقول ابن الصلاح: من تمنطق فقد تزندق. لكن هنالك قول آخر أنه لابد من دراسة المنطق والفلسفة، مثل حجة الإسلام الغزالي. فكان موقفه دراسة الفلسفة ودراسة المنطق، وأخذ ما يخدم الدين وما يخدم الإسلام وما يخدم العقائد الإسلامية. ثم كان هناك موقف لشيخ الإسلام بن تيمية أنه درس المنطق اليوناني ورد على المنطق اليوناني. فعملية الانقطاع عن العالم سواء قديما أو حديثا لا يمكن، وخصوصا في ثورة الاتصالات التي نعيشها في زماننا، والانفتاح المعرفي وتيسير وسهولة الحصول على المعلومات، لا يمكن لأحد أن يقول أنه طبعاً العالم. اسمح لي أن نأتي إلى زماننا أستاذ بسام، وأرجو أن تكثف لنا جواباً في دقيقة. تطبيق عملي لما تفضلت به الآن نظرياً، من واقع تجارب الجماعات الإسلامية في الربيع العربي، كيف يرى بسام ناصر هذه التجربة، ولماذا يفشل الإسلاميون سياسياً من وجهة نظره؟ سيدي، مسألة الربيع العربي يعني هي داهمت الناس جميعاً، داهمت السياسيين كما داهمت المفكرين، كما داهمت الإسلاميين، كما داهمت القوميين، كما داهمت جميع القوى. فالربيع العربي كان عبارة عن يعني هنالك عوامل وهنالك معادلات دخلت في الموضوع، لكن لأن الإسلاميين هم أكبر قوة منظمة، هم الذين استطاعوا أن يظهروا بعد الربيع العربي، والربيع العربي دفعهم إلى الواجهة كقوة منظمة ولهم يعني أحزاب ولهم خبرة سياسية. فكان أن الربيع العربي دفعهم إلى الواجهة، تصدروا المشهد. الآن تصدرهم للمشهد هل كان خدمة للربيع العربي أم كان جناية على الربيع العربي؟ هذا مما تتفاوت فيه الأنظار ومما تتفاوت. أنت كيف تراه؟ يعني أنت كيف تراه أستاذ بسام ناصر؟ أنا الذي أراه بكل صراحة وبكل موضوعية وبكل نصيحة مخلصة للحركات الإسلامية، أن الدخول في مجال السياسة يحتاج، كما تحدث صاحب الكتاب الأستاذ ياسر الزعاتر في مؤلفه هذا في كتابه، أن الحركات الإسلامية لا تمتلك المؤهلات التي تخولها من إدارة المشهد السياسي.
وأنها تحتاج إلى قيادات سياسية، مفكرين سياسيين، منظرين سياسيين يحسنوا تقدير الموقف، يحسنوا إدارة المشهد، يحسنوا إدارة الصراعات. إذا الوقت يسمح ونتوسع في بعض النماذج. والله للأسف الوقت انتهى، ولكن يعني أترك هذا المفصل تحديدا للسادة المشاهدين لكي يناقشوا فيه، وهو رأي على كل حال جريء جدا وصريح جدا من باحث في الفكر الإسلامي مثل الأستاذ بسام ناصر، وجريء جدا من مؤلف الكتاب الأستاذ أيضا ياسر الزعاترة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي والباحث في الفكر الإسلامي الأستاذ بسام ناصر، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. العفو يا سيدي، شكرا جزيلا لكم.